ما هو حجم النمو الذي سيحققه ما يعرف برأس المال الجريء أو الفنتشر كابيتال في المملكة العربية السعودية على مدى السنوات القادمة؟ بحسب العديد من بيوت الخبرة والتحليلات يتتحدث عن استثمارات مليارية بما يتعلق برأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية. هذه التوقعات تشير إلى تضاعف حجم رؤوس الأموال المستثمرة 10 أضعاف لتبلغ 500 مليون دولار في العام 2025 من 50 مليون دولار في العام 2018. إذا نتحدث عن ارتفاع ومعدل نمو سنوي مركب ب 90% من العام 2015 إلى العام 2018. هنا نحشد حتى بأنه الدخول في هذه الاستثمارات بدأ يأتي بشكل أكبر في المرحلة المتأخرة وليس مرحلة تأسيس أي من المشاريع التي يعني تتطلب الاستثمارات طويلة الأجل. إذا أيضا ما تتبعنا بعض الأرقام الأخرى المتعلقة برأس المال الجريء في المملكة العربية السعودية ونسبة استثمارات رأس المال الجريء كنسبة من إجمالي الاقتصاد، نحن نتحدث في المملكة العربية السعودية عن نسبة لا تتجاوز 0.01%، في حين أن دول أخرى إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، إندونيسيا، المملكة المتحدة أو حتى بالإمارات تصل نسبة استثمارات رأس المال الجريء كنسبة بمشاركة الاقتصاد ل 0.09%، يعني تقريبا 0.1%. ما الذي يعني ذلك؟ هذا يعني بأنه المملكة العربية السعودية تملك مجال للتوسع فيما يتعلق باستثمارات الفنتشر كابيتال ولتكون لها مساهمة أكبر في الاقتصاد. لا ننسى بأنه البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية بدأت تدعم بشكل أكبر دخول هذا النوع من الاستثمارات. نتحدث عن تعديل قانون الشركات السعودي ووضع تشريعات تتيح بشكل أكبر إنفاذ سندات الدين الناتجة عن استثمارات الفنتشر كابيتال كما في الأسواق المتقدمة، وبالتالي هذا سيضخ حجم سيولة أكبر. أيضا إذا ما تحدثنا عن نظام الإفلاس والرهن التجاري الجديدين في المملكة، هذه الأنظمة عملت على سد نوع من الثغرات في البنى التحتية القانونية. في السنوات الخمس الأخيرة نتحدث عن ضخ 50 مستثمر رأس المال في مشاريع سعودية. هذه طبعا بعض من هذه المشاريع التي تم ضخ فيها من قبل المستثمرين سواء في المسرعات والحاضنات أو رؤوس الأموال الجريئة المستقلة ومجموعات المستثمرين ورؤوس الأموال الجريئة المؤسسية والمكاتب العائلية التي ضخت أيضا في شركات مثل مثلا أرامكو السعودية. طبعا ما هي الأسباب وراء التوجه بشكل أكبر نحو ضخ هذه الاستثمارات في السعودية؟ لدينا أولا طلب كبير على المنتجات الرقمية والتقنية، ولدينا جاذبية بالنسبة لهذا القطاع للكفاءات العالية ووجود عدد من الصناديق المتخصصة برأس المال الجريء. لا ننسى أيضا بأنه شهدنا على مدى السنوات الماضية تخارج من بعض الشركات في الشرق الأوسط، بمعنى تم بيعها إلى شركات أكبر حجم، يعني مثلا كريم استحوذت عليها أوبر، نمشي استحوذت عليها إعمار، سوق استحوذت عليها أمازون ب 580 مليون دولار، نتحدث عن نمشي وإعمار بصفقة ب 151 مليون دولار. بالنسبة لكريم وأوبر نتحدث أيضا عن قيم كبيرة بما يتعلق بهذه الصفقة بتقريبا 3.1 مليار دولار، وبالتالي هذه العمليات التي شهدناها من التخارج وبيع هذه الشركات والمنصات إلى شركات أكبر حجما تعني بأنه شركات الستارت أبس المتعلقة بالمنصات الإلكترونية بدأت تشكل لها طموح أكبر مستقبلي وبدأت تتوجه بشكل أكبر نحو يعني التوسع في هذا المجال، مجال المنصات الإلكترونية، وخصوصا بأنه لديها مجال كبير للنمو على مدى السنوات القادمة.